اوكي بإكزرسايز 8 اعطيني تي هي سيت اوف اول سبسيتس شكله ماينس اي اي، الاي هو بوزيتيف ريل نمبر، يونيون فاي يونيون ار. وبأول سؤال عم يقول لي برهن انه هيدي تي هي منها سيبريتد توبولوجي. حبرهن اول شيء بالاول انه هي توبولوجي وارجع شوف انه هي منها سيبريتد. الفاي والار واضح باي ديفينيشن انه هن تو اليمنتس من التي. حاخد تو اليمنتس من التي حبرهن انه الانترسكشن موجوده بتي، يعني هي ستيبل توبولوجي ستيبل او من توبولوجي بعد انه التي هو ستيبل باي فاينت انترسكشن. سو حاخد او 1 او 2 وبدي برهن انه الانترسكشن بتي. هلا اذا وحده من الاو 1 او الاو 2 ايكوال لفاي اكيد الانترسكشن ايكوال لفاي، فاذا هي اليمنت بي تي. اذا عكس وحده منهم فاي اثنيناتهم ديفرنت من فاي، اذا الاثنين ديفرنت من فاي والاو 1 هي ار، اوكي سو الانترسكشن بيطلع اذا الاو 1 هي الار الانترسكشن بيطلع او 2 فهي اليمنت بي تي. اوكي اذا الاو 2 هي الار فالانترسكشن بيطلع او 1 كمان هي بي تي. هلا ثالث كيس لما ولا وحده منهم ار، يعني اول وحده شكلها ماينس اي 1 اي 1 والثاني شكلها ماينس اي 2 اي 2، بهالحاله الانترسكشن شو بده يكون؟ يعني على الرسمه هون مبين بدي اخذ المينيمم بين الاي 1 والاي 2. اوكي يعني بالتو كيسز حاخذ المينيمم بين الاي 1 والاي 2 حسميه سي. فاذا الانترسكشن بين او 1 واو 2 شو حيكون؟ شكله ماينس سي سي، وهذا هالماينس سي سي هو منه الا اليمنت بي تي، سو كمان هو بيلونج تو تي. فاذا بكل الكيسز طلع عندي الانترسكشن هو اليمنت بي تي. حنيجي على اليونيون، حاخد فاميلي اوف اليمنتس ان تي. هلا اذا كل الفاميلي ايكوال لفاي، كل الاو اي هن فاي، اكيد اليونيون تبعهم فاي فهو اليمنت بي تي. اذا وحده منهم هي ار اليونيون بيطلع ار، اوكي واللي كمان هي اليمنت بي تي. طيب هلا حافترض اذا كل شيء في اليمنت شكله ماينس اي 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 اي، اوكي والاي اي اكيد هن ستريكتلي بوزيتيف. هلا في عندي اثنين كيسز وحاعطي اكزامبل ليش. هلا اذا كان هالاي اي هن باوندد فاليونيون تبعهم اذا باوندد اوكي بيطلع اليونيون تبعهم شكلها ماينس سي سي، بس منين جبت السي هاي؟ هي بتكون السوبرمم لكل هالاي اي. واذا ما كانوا باوندد فمعناتها اليونيون تبعهم بصفي انه هو كل الار، وبالحالتين ان كان ار فهي موجوده بي تي، واذا شكلها ماينس سي سي كمان موجوده بي تي. هعيدها بشكل سريع. فاذا كل الاو اي شكلهم ماينس اي 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 اي، يعني مثلا اذا خطر على راسي الاو اي شكلهم ماينس ان ان، اوكي ماينس ان ان، وانا الاي اخذها هون الفاميلي اخذها على السيت اوف انتيجر نمبرز. سو الماينس وان ان اذا اخذتهم كلهم سوا، الان يعني هون الان فور ان موجوده بالسيت اوف ناتشرال انتيجرز اكيد هذا منه باوندد. فشو بيطلع اليونيون للماينس ان ان واخذت اليونيون تبعهم كلهم سوا؟ بده يطلع ار. فاذا هي بالتوبولوجي. بينما اذا اخذت انا سات فاميلي ثانيه بس هني باوندد، اوكي يعني الاي اي هني باوندد، فاكيد باخذ السوبرمام تبعهم. اوكي ليش اخذ السوبرمام؟ لانه هون الاي هي يعني هذه اي فاميلي ممكن تكون انكاونتبل، ممكن تكون يعني حتى countable infinite etc. اوكي مشان هيك بياخذ السوبرمام. بس اذا كانت باوندد بياخذ السوبرمام، فاكيد هي موجوده بين ماينس سي سي وهو element بي تي. سو صار في عندي انا الفاي والار موجودين، الستيبل باي فاينت انترسكشن والستيبل باي يونيون، فاذا التي هي عباره عن توبولوجي. طيب ليش التي هي مانا سيبريتد؟ اوكي طيب خليني ارجع للتوبولوجي. التي اذا بتلاحظوا خذوا من تعريف التي، يعني من تعريف التي نفسه، اوكي لاحظوا انه اي اوبن سيت، اوكي اي اوبن سيت هو يا شكله فاي يا شكله ار يا شكله ماينس اي اي، ما هيك؟ طيب هل ماينس اي اي شو بيحوي بارتيكولر بوينت؟ مش هي الزيرو؟ يعني كل شيء في ماينس اي اي بيحوي الزيرو.
طيب جربوا تاخدوا element غير الزيرو. يعني إذا أخذنا element تاني وجربنا نحطه بقلب open شكله minus AA، ما بالضرورة كمان الزيرو موجودة بقلبه؟ شوفوا كيف حأكتبها. يعني أنا حأخذ element x منه زيرو. أوكي؟ الـ x هو منه زيرو، يعني هني اثنان distinct elements بـR. قال عم قول إنه الزيرو والـ x هني cannot be separated into disjoint open sets. يعني حأخذ concrete example، حأخذ 0 وال1 مثلا. أي open set بيحوي 1 هو يا R يا أما شكله minus AA. هلا الـ R شلو لي لأنه الـ R بيحوي كل شيء في element. خليني أخذ أنا minus AA. إذا أخذته شكله minus AA أوكي وبيحوي 1 فنسسر لي كمان شو بيحوي؟ بيحوي 0. So ما قدرت أنا لقي ولا separation between 0 and 1، يعني open بيحوي 0 و open بيحوي 1 والintersection طبعاً equal ل 5، فمشان هيك T هي منا separated. طيب بالبارت B هلأ هاخد E هي subset من R أوكي وبدي ادرس لها الكلوجر والانتيرير والset of all accumulation points اللي هو E prime. أوكي so أول example هاخده هو singleton 1. هلأ هون واضح انه الانتيرير تبع الاي هي 5. ليه؟ لأنه السنجلتون 1 هي ما في بقلبها ولا open set منه 5. أوكي؟ كيف شكل الopen set؟ هو شكل الopen set يا أما R يا أما 5 يا أما شكله minus AA. طيب هدول إذا شيلوا لي الفاي على جنب، إذا أنا أخذت ال R إذا بدي أخذ open وما يكون empty، يعني يا أما هو R يا أما شكله minus AA. اوكي هل انا الار او الماينس اي اي فيني احطه بقلب ال1؟ لا ما فيني احطه بقلب هيدا، لانه انا عشان عم فتش بالانتيرير تبع اي عم فتش على اكبر اوبن بقلب الاي، ما في ولا اوبن غير الفاي موجود بقلب الاي. اوكي سو الانتيرير هو فاي. حاجي على الكلوجر. اوكي حذكر انه الاكس هي اديرنت بوينت او موجوده بالكلوجر، اذا اي نيبرهود باخده للفي الـ neighborhood meets E، يعني الـ intersection مع E different من 5. طيب حبلش بالزيرو. أوكي ليش؟ هاخد زيرو هو element. أوكي وحبرهن أنه منه موجود بالكلوجر تبع الـ singleton 1. طيب ليش؟ الزيرو إذا أخذت neighborhood تبعه minus half half. ليش هو neighborhood؟ أول شيء هيدا open set أوكي وبيحوي الزيرو، فأكيد هو neighborhood لإله، neighborhood للزيرو. طيب ال intersection مع ال1 ما في intersection، هو 5. أوكي فإذا لقيت أنا neighborhood للزيرو do not meet singleton 1 اللي هي الإي، فإذا شو بتكون الزيرو؟ منا بالإي بار، منا بالكلوجر. أوكي حسب ال definition لل adherent point. مش بس هيك، مش بس الزيرو، إذا بياخد الهاف نفسه، إذا بياخد هاف وهون بياخد مثلا minus 3 over 4 أوكي وبمشي بنفس السطر حيطلع أنه كمان الماينس هاف أو الهاف أو الـ 3 over 4 etc. كلياتهم هني عبارة عن elements مش موجودين بالكلوجر. أكثر من هيك حياخد حيلا A بالماينس 1 1، حيلا A بتخطر على راسي بين minus 1 و 1. أوكي الـ minus 1 1 خده هو النيبرهود تبعه منه open هيدا وبيحوي هالـ A، فإذا هو نيبرهود لألا بس الـ intersection مع A equal to 5. So هالـ A منا موجودة بالكلوجر. طيب هلأ بدي فتش لك عن على الألمنتس الباقيين. شو هني الألمنتس الباقيين اللي هني أكبر من 1 وأصغر من minus 1، ما هيك؟ بس قبل ما بلش بدي لكم شغلة. أول شغلة بعرف إنه الـ E هي include بالـ E bar، دايماً الـ elements تبعوت E موجودين بـ E bar بالـ closure تبع E. يعني هذا السطر اللي أنا كاتبه ما له طعمة أول سطر، بس أنا كاتبه هيك بس يعني بس لحتى أخذ فكرة أو أتذكر شو معناتها الـ closure. أول شيء الـ 1 موجودة بالـ closure، قلت إذا شو من كانت V الـ V intersection 1 اوكي ال V intersection 1 different من 5. اوكي فاذا برجع بقول هيدي ال 1 اوكي ما لها طعم. ليش؟ لانه بما انه ال 1 هي element من E فاكيد هي element من ال E bar من الكلوجر تبعي. خذوها على 2. طيب اوكي على ال element 2
اذا التو ليش موجوده باي بار؟ ليش موجوده بالكلوجر؟ اوكي؟ لانه شو ما اخذت نيبرهود للتو كيف حيكون شكله؟ ماينس وان ماينس اي اي، ما هيك؟ هالنيبرهود هيدا هو دائما هذا الفي اوكي بيحوي اوبن شكله ماينس اي اي. طيب وليش التو بدها تكون اصغر ستريكتلي من اي؟ لحتى التو تكون موجوده هون. اوكي هل انترسكشن مع سانجلتون 1 فاذا هي ايكوال لسانجلتون 1 اكيد فاذا هي ديفيرنت من فاي. اوكي على الرسم دغري بتبين. سو شو ما اخذت اي اصغر من 1 من ماينس 1 لحديت ماينس انفينيتي او اكبر من 1 للبلس انفينيتي، فاذا ان كان هون او ان كان هون اوكي شو ما اخذت نيبرهود بقلب هالنيبرهود بما انه هو نيبرهود يعني حلاقي اقدر لاقي او شكله ماينس بي بي اوبن سات بالتوبولوجي اوكي بيحوي اي بما انه هذا نيبرهود للفي هو نيبرهود لاي فاكيد في اوبن سات بيحوي اي موجود بقلب النيبرهود اوكي الماينس بي بي انترسكت سانجلتون 1 وبيعطيني اصلا سانجلتون 1 سو هي ديفرنت من فاي اوكي فاذا اذا الصغير يعني بما انه الماينس بي بي انكلود بالفي اذا الانترسكشن هيدي مع السانجلتون 1 هي ديفرنت من فاي اكيد الانترسكشن مع الاكبر منها هو ديفرنت من فاي سو اي element موجود بهدول اوكي حيكون موجود بالكلوجر تبعي. اخر شغله طالبها هو السيت اوف اول اكيوميليشن بوينتس الاي برايم. بس بدي اذكر شغله انه الاول شيء الاكيوميليشن بوينت ما بالضروره تكون موجوده باي اوكي بدي اخذها بالسيت بدي اخذ اليمنت بالسيت وبقول له عنه انه هو بالاكيوميليشن بوينت يعني هو موجود باي برايم اذا شو ما اخذت في الفي ميتس اي بنقطه غير الاي غير البوينت نفسها اوكي وبقول عن الالمنت اي اذا هو موجود باي اصلا يعني لاقول عنه ايزوليتد بوينت لازم اصلا يكون موجود باي فبقول عنه ايزوليتد بوينت باي اذا ذير اكزيست اي نيبرهود بشكل انه الانترسكشن مع اي هذا النيبرهود مع اي هو بس السنجلتون اي اوكي وكمان بدي اذكركم هدول اللي اخذناهم باللكتشر انه الكلوجر تبع اي اوكي بعمل عليه بارتيشن هي بين الاكيوميليشن بوينت والايزوليتد بوينت يعني هن اليونيون تبعهم بيساوي الكلوجر والانترسكشن تبعهم فاي فهن فورم اي بارتيشن اوف ذا كلوجر بس في ريمارك كثير كثير مهمه انه الايزوليتد بوينت وقلتها من شوي انه هي عباره او جزء من الاي يعني الـ يعني الايزوليتد بوينت اذا لقيتها بدها تكون هي اصلا نقطه اوريدي موجوده باي اوكي طيب انا نقيت بالبارت 2 عرفت شو هني عرفت شو هو الكلوجر اوكي بما اني عرفت شو هو الكلوجر فاول بارت دغري بالسنتاج شو هي اول بارت قال اذا الاكس موجوده بالكلوجر بس ما انها موجوده باي فاكيد هي موجوده باي برايم طيب ليش حبر هنا دغري هيك بشكل سريع اذا element موجود بالكلوجر يعني موجود بهذا اليونيون طيب اذا ما انها موجوده باي يعني منها موجودة بالكبير بين هذا الانكلوجن يعني إذا منها موجودة بالإي أكيد منها موجودة وين؟ بالإيزوليتد بوينت أوكي أنا قلت لأنه إذا كانت إيزوليتد بوينت أكيد هي element من إي فإذا منها موجودة بإي يعني هي منها إيزوليتد بوينت طيب إذا منها إيزوليتد بوينت وين بدها تكون موجودة؟ بالإي برايم ليش؟ لأنه هي كلوجر بوينت أوكي هي أديرنت بوينت سو أي يعني هذه بدنا نستعملها كتير بقى إذا كان أنا أي element موجود عندي بالكلوجر ومش موجود بالإي أصلاً فهو دغري بسميه accumulation point أو cluster point أو limit point أوكي؟ فإذا أنا بلاحظ أنه أي element بالكلوجر ومنه بالإي أوكي؟ شو هو element تبع الإي؟ هو 1 singleton 1 نفسه فكل هالelements ما عدا ال1 أوكي؟ ما عدا ال1 شلتها لل1 هني عبارة عن E prime موجودين بE prime اوكي يعني هن accumulation point طيب فضل لي بس الكيس اللي هو ال1 نفسه حاخذ انا element element 1 اوكي حاخذ neighborhood له هو minus 2 2 مثلا اوكي هال minus 2 2 حاخذ intersection مع e
ماينس الاي يعني هالبوينت الاكيوميشن بوينت اللي انا فتش عليها اللي هي 1 اوكي هي من اكيوميشن بوينت يعني حتطلع معي ايزوليتد بوينت اوكي هي الديفينيشن تبع الايزوليتد بوينت فاذا الات في ذير اكزيست اي نيبرهود بشكل انه الانترسكشن مع اي اوكي طلعت بس شو بس ال1 لان لما شلت السنجلتون شو طلع فاي سو فاي ال1 هي بتكون isolated point so isolated point الوحيدة هي singleton 1 ال e prime بيكونوا البقيين وأكيد اليونيون تبعهم بيعطيني الكلوجر طيب هنتقل لتاني سات تاني سات هو minus 1 2 أوكي هفتش على أكبر open موجود بقلب ال e أكبر open by the definition ال e الانتيريور تبع e او الاي راوند هي اكبر اوبن بقلب الاي موجود بقلب الاي طيب شو هو اكبر اوبن هو ماينس 1 1 اوكي ماينس 1 1 باخذ انا الصغير بين الباونس بين ماينس 1 يعني لو كان هون مثلا ماينس 2 3 باخذ ماينس 2 2 هو اكبر اوبن فاذا ماينس 1 1 هو اكبر اوبن موجود بقلب الاي طيب بجي هلا على الشيء المهم اللي هو الكلوجر اوكي هون في ريمارك كثير بسيطه انه الزيرو هي element موجودة بالإي أوكي هذه ريمارك كتير عظيمة طيب هالريمارك بتقلي يعني بس على جنب قبل ما أقول شو هي الكلوجر تبعي قال الزيرو يعني كان في يجي سؤال لحاله كمان إنه سنجلتون زيرو هي دانس ليش هي دانس أوكي بدي برهن إنه الكلوجر تبع السنجلتون زيرو هو R أوكي أكيد الكلوجر موجودة بR بدي برهن انه ال R موجودة بالكلوجر حاخد element X ب R اوكي حاخد حيالله V neighborhood هالneighborhood شكله يا R يا minus BB ما هيك فاذا هو يا شكله R يا minus BB بما انه neighborhood وبيحوي X فاذا اكيد هو different من phi الانترسكشن مع السنجلتون زيرو شو بده يطلع دايما لانه إن كان R زيرو موجودة بقلبه وإن كان minus BB زيرو موجودة بقلبه فالانترسكشن للV مع السنجلتون زيرو هو السنجلتون زيرو نفسه فإذا هو different من phi معناتها الX موجودة أو الV meet E for all V ما هيك so الX أي neighborhood للV عنده intersection مع E so الX موجودة بالE bar فإذا صار عندي أنا double inclusion الكلوجر تبع السنجلتون زيرو موجودة بR والR موجودة بالكلوجر تبع السنجلتون زيرو so هي دانس اوكي دانس سبسات من R هلأ بدي أقول شغلي إنه إذا السنجلتون زيرو هي سبسات من minus 1 2 الكلوجر يعني إذا A include BB بعرف إنه الكلوجر تبع A include بالكلوجر تبع B اوكي كمان اخذها باللكتشر فاذا اذا الكلوجر للصغير هو ار فاذا اكيد الكلوجر تبع الكبير هو شو راح يكون اوكي ما يعني بين حيكون اصغر من ار واكبر من ار سو هو ار طيب بنيجي على الاي برايم نفس الشيء عم بستعمل نفس الفكره اذا الاكس موجوده بالكلوجر ومنها موجوده باي فاذا دغري هي بسميها كلاستر بوينت ليميت بوينت او اكيوميليشن بوينت هي موجوده باي برايم فاذا اي اليمنت اوكي موجوده ب ار بالكلوجر ماينس اي هي ب اي برايم شو ضل علي اليمنتس انا لكن اللي يشوفهم اذا موجودين بالاي برايم ولا لا هني الاليمنتس تبعت اي نفسها فاذا اذا كل الار ما عدا الاي هني اكيوميليشن بوينت ضل علي شوف الباقيين اللي هني ماينس 1 2 حاخذ انا اكس موجوده بالماينس 1 2 حاخذ في هو neighborhood للاكس فاذا الاكس element موجود بين minus 1 و 2 اوكي الاكس موجود بين minus 1 و 2 وحاخذ v اوكي neighborhood لها بما انه ال v هو neighborhood يعني حقدر لقي انا open set o موجود بيحوي اكس وموجود بال v وهال o بما انه open كيف شكله minus bb يعني رسمه هون اوكي فاذا هالاكس موجود بقلب ال minus bb وال minus bb كلها موجوده بال v اوكي so الانترسكشن بين O والماينس 1 2 واذا شلت منهم الاكس واضحه بالصوره انه هي ديفرنت من فاي اوكي فاذا الانترسكشن ماينس بي بي اذا شلت مع الماينس 1 2
اوكي اذا شلت منها الاكس حيضل في عندي كثير elements، فاذا هي different من phi. فاذا اذا الانترسكشن مع او different من phi اكيد مع الاكبر منها v different من phi. فاذا صار كل الelements تبعوت minus 1 2 كمان هني accumulation point. اوكي حسب الديفينيشن. طيب حاخذ هلا ثالث كيس لما باخذ الاي هي 1 و 2، يعني صرت عم باخذ نفس الافكار عم كرر نفسي. حاخذ الانتيريور تبع اي هي كمان فاي لانه ما في ولا اوبن اوف ذا فور ماينس اي اي موجود بقلب اي. اوكي بعكس البارت الثاني اللي مرقت معي. هلا هون اذا بدي اقدر لاقي اكبر اوبن لازم يكون كيف شكله ماينس اي اي وموجود بقلب اي. طيب ليش منه موجود؟ لانه اي شيء شكله ماينس اي اي طيب ما بقلبه نيجاتيف نمبرز، كيف بدي انا احطه بقلب الماينس بقلب ال 1 2؟ اوكي فسو بيكون الانتيريور ايكوال لفاي. بالنسبه للكلوجر اوكي انا عندي 1 2 اي element اي element موجوده بين الماينس 1 وال 1. عم عيد نفس الفكره صرت عيدها ثلاث اربع مرات. فاذا اللي بياخذ الماينس 1 1 هي نيبرهود تبعه، الانترسكشن مع اي ايكوال لفاي، فاذا اكيد هو منه بالكلوجر تبع اي. واي element بياخده برات الماينس 1 1 هيدا الاوبن براته اوكي شو ما باخذ اوبن شو ما باخذ نيبرهود حقدر لاقي اوبن ماينس بي بي موجود بالتوبولوجي بشكل انه هلا الاوبن بيحوي اي وموجود بالفي. اوكي الماينس بي بي يعني بعدني رسم انا هالاشكال هيدي ماينس بي بي انتر اي اكيد هو ديفرنت من فاي، فاذا الفي ديفرنت الانترسكشن مع في ديفرنت من فاي. اوكي فاذا الاي كلوجر تبع اي شو بيكون؟ هو كل هيدا كل الالمنتس اللي موجودين هون. اوكي فاذا هون هو شو ما اخذت اي ما بيطلع بالكلوجر، وهون شو ما اخذت اي بيطلع بالكلوجر. اخر فكره عن الاكيوميليشن بوينت اللي هي اكزاكتلي ذا سيم تقريبا بالبارت 2 اوكي بالدبل اي يعني. فاذا الاي الدبل اي بالاحرى الاي برايم اوكي الاي برايم اي element موجود بالكلوجر منه موجود بي هو موجود بالاكيوميليشن بوينت. فاذا كل شيء في element كل شيء في element موجود بالكلوجر ما عدا 1 و 2 ما عدا هيدا هالست 1 و 2 اوكي بيكون بالاكيوميليشن بوينت. فاذا انا اخذت الكلوجر وشلت منه ال 1 مسكره لحديت ال 2 مسكره يعني ضل لي هيدا من ال 2 مفتوحه وطلوع. اوكي هدول كلياتهم هن اكيوميليشن بوينت وهدول كلياتهم هن اكيوميليشن بوينت. هلا شو ضل علي شوف الالمنتس اللي موجودين ب1 و2. اذا اخذت المنت ب1 و2 نفس الطريقه اللي كتبتها هون هي ذاتها نفس الاسطر اللي هون عم بكتبها. اوكي اذا اخذت المنت ب1 و2 واخذت نيبرهود للاكس حقدر لاقي اوبن شكله ماينس بي بي بالتوبولوجي. اوكي وهل بي اكيد موجوده بار بشكل انه الماينس بي بي تحوي اكس وموجوده بي في. اكيد الانترسكشن اذا شلت منه اكس حيضل في elements ثانيين حسب الرسم اللي انا رسمها هون. اوكي هي ذاتها. فاذا الانترسكشن different من phi بالنسبه ل او اكيد بالنسبه ل v اللي اكبر منها لانه او انكلود بي في حتكون كمان different من phi. سو اي element موجود بال 1 2 كمان هو accumulation point. اوكي فاذا من هون بلاحظ انه الاي برايم شو بتكون؟ هي كل الالمنتس تبعوت الاي برايم. فاذا accumulation point هي نفسها بتكون الكلوجر. اوكي فاذا هي الكلوجر ومش بس هيك هي كمان الايزوليتد بوينت بهالحاله بدها تكون ايكوال لفر. اوكي هو يعني اكيد هذا استنتاج سريع. اوكي حوقف هون وانتقل للاكسرسايز اللي بعده.